تمثل الغابات جزء بسيط جدا من مساحة ليبيا، جزء لا يتعدى نسبته 1% من المساحة الكلية للبلاد. الجزء الأكبر من هذه المساحة موجود هنا في منطقة الجبل الأخضر، حيث أن التقارير والدراسات والإحصائيات أشارت بأن أكثر من 50% من مجمل الأنواع النباتية الموجودة في المنطقة موجود هنا في منطقة الجبل الأخضر. التركيبة النباتية للغطاء النباتي في الجبل الأخضر يسود فيه ما يعرف باسم غطاء الماكي، وهو خليط من أنواع شجرية وشجيرية تشكل الغطاء السائد في المنطقة. بعض الأنواع منها تابعة للمخروطيات مثل العرعر الفينيقي، بالإضافة إلى السرو الإيطالي والصنوبر الحلبي، وأنواع أخرى تابعة لعريبة الأوراق مثل البلوط والشماري والخروب والزيتون. تتعرض هذه المنطقة للعديد من عملية الإزالة والجرف، وخصوصا في السنوات الأخيرة. بعض العوامل المحددة لتركيبة وتوزيع الغطاء النباتي تعتبر عوامل طبيعية، فعلى سبيل المثال هنالك الحرائق، فالحرائق تقضي على مساحات شاسعة من أراضي الغابات، ولكن الحرائق يعتبر عامل طبيعي بتكرار منخفض. العامل الآخر أو اللي يعتبر عامل متزايد وخصوصا في السنوات الأخيرة، اللي هو عامل جرف وإزالة الغطاء النباتي لأغراض التوسع الزراعي وأيضا التوسع السكاني. في السنوات الأخيرة لاحظنا هناك ازدياد هائل جدا في عملية جرف مساحات وهكتارات كبيرة من أراضي الغابات لهذا الغرض. إذا كان هناك حاجة لعمليات توسيع زراعي أو استيطاني، فيجب أن تكون ممنهجة ومدروسة بالمقام الأول، ويجب أن يكون هناك ضوابط ولوائح. فبإمكان هناك تفعيل جهاز لحماية الغابات لمعرفة المساحات التي يجب أن تظل محمية.